قل ما حكم الأناشيد ومعها المؤثرات الصوتية؟ الأناشيد الأصل فيها الإباحة، مثل أي عبث يعبثه الإنسان ويلعبه الإنسان وكذا، مثل لعب الكرة، مثل لعب الطائرة، مثل التمشي، مثل يعني أي شيء الناس يلعبون لعب، هذا الأناشيد من هذا، يعني من المرح، من المرح المباح، يعني الإنسان يرفه عن نفسه بشيء مباح، ما فيها شيء الأناشيد من هذه الناحية. لكن المشكلة في الأناشيد هي الإكثار منها، إنسان يكثر منها بحيث تشغله عن القرآن، تشغله عن طلب العلم، تشغله عن الطاعات، 24 ساعة أناشيد، هذا لا شك تصل الأمر للتحريم. الأمر الثاني أن ما يرافق هذه الأناشيد من مزامير، إذا كان معها مزامير أو معازف أو حتى مؤثرات صوتية، فالصحيح أن هذه لا تجوز، المؤثرات الصوتية كالمعازف تماما، فالصحيح أنها لا تجوز إذا كانت معها هذه المؤثرات، خاصة إذا كانت واضحة ظاهرة. أما الأناشيد بحد ذاته فلا بأس حسب الكلام اللي يقال فيها، خاصة إذا كان الإنسان هو اللي يردد هذه الأناشيد، يعني العباد حافظ كم نشيد مثلا وقاعد يقول حق نفسه بالسيارة مثلا، ما فيها بأس. طيب ولا تعطيها مؤثرات؟ لا، أخوك وجنبك ويسويك مؤثرات صوتية وتقولها. طيب فالقصد أن هي في حد ذاتها أناشيد ما فيها بأس حسب الكلام اللي فيها. طيب هي الشعر، أما إذا كانت مع مؤثرات أو معزف هذه تنتقل إلى الحرام.